Déjalo. اتصلت على البيت وبابا رد علي وكأنه عرف انه انا المتصلة، سكر التليفون وما حكى ولا كلمة. عم يقول لي مين اللي اتصل؟ محمد شو اللي صار له لأبوك؟ عمي فريحة هي اللي اتصلت؟ عمي؟ أنا ما قلت لكم اللي بيذكر اسمها بالبيت لازم يطلع منه فورا؟ ها؟ معناتها أكيد فريحة. إيه؟ يمكن يكون هداك الحقير عملته معه وزدته. محمد، عرف حالك شو عم تقول لما بتحكي ابني. أنت شو مفكرة عمتي؟ إنه كل مرة بتنتهي القصة مثل ما صار مع كلتون؟ طلع فيني. والله رح بهدلك إذا بتجيب مرة تانية سيرة بنتي كلتون على الطالعة والنازلة، فهمان؟ شو أنا رفيتك بالقهوة؟ أنا بكون عمتك. بنتي هلا اتجوزت وخلاص، والله بفضله ستر عليها وعلينا، شو قصتك على الرايحة والجاية كلتون كلتون؟ والله ما عاد فيني اتحمل بقى. طيب أنا شو عمتي؟ أنا شو أعمل الليلي؟ ما عاد فيني اتحمل، كان في بنتين بالبيت وما قدرت إني أدير بالي عليهم. لسه في قدامنا طريق صعب. كيف رح نقلهم انه تزوجنا بدون علمون؟ كيف هنن رح يتقبلوا الموضوع؟ بلا ما نفكر بهالشي هلا. يعني لإمتى؟ ماشي انا كتير مرتاحة بهالمكان ويا ريت نضل هون على طول، بس بالاخر لازم نرجع. إمتى بدك؟ والله ما بعرف، بس كل ما تأخرنا الموضوع عم بيصعب. بدك يعني نرجع بكرة؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.